ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ. وتقدمت جودي بجنون ناحية قاسم وهي مش ناوية على خير ابدا، وثواني ووقفت قصاد دنيا اللي ظهر عليها الضيق بمجرد ما شافت جودي. واتكلمت جودي وقالت: ايه يا قاسم بيه، مش هتعرفني بيها ولا؟ اه صح نسيت، هو انت هتفتحها حضانة يا بيبي؟ بص لها قاسم بعيون متسعة على حبيبته اللي مش بتنسى حاجة أبدا، وكانت هتكمل وصلة التوبيخ اللي جت عشانها. ولكن لحظة يامن اللي بيدور عليها بعينيه فقالت بخبص: سوري، كان نفسي أكمل التعارف اللطيف ده بس يامن جه. ابتسمت الدنيا بخبص وهي شايفة قاسم ظهر عليه الغضب واللي مشى وراها بدون أي كلام ووشه ما يتفسرش ابدا. ووقفت جودي قصاد يامن وقالت: هاي يا يامن، مبسوطه انك جيت. بس انا مش مبسوط ابدا يا جودي، ممكن تفهميني ايه اللي حصل ده؟ قطعهم قاسم بصرامه وهو واقف كعازل ما بينهم، ووضع جودي ورا ظهره بالقوه ووجه كلامه ليامن وهو بيعصر ايديه ومدعي انه بيسلم عليه، وقال: اقول لك انا، الآنسة اللي كنت هتتجنن وتقف تتكلم معها دلوقتي بقت مدام قاسم مهران، يعني اتجوزنا ومش مسموح لك خالص تقف تتكلم معها، انت فاهم؟ انا مش اي حد وانت عارف كده كويس، انا اقرب لها منك، على الاقل انا عمري ما خنتها. قال كده بخبص ومكر، فاشتعلت عيون قاسم وتأكدت ظنونه ان هو اللي ساعد دنيا في مخططها القذر، وكانت كلماته بمثابة تجديد لعقل جودي اللي اشتعل من الغضب على اللي عمله قاسم. فاتكلمت بتحدي وقالت: سيبه يا قاسم. نعم جودي، انت اتجننتي؟ بالعكس، كل اللي هو قاله صح، هو اقرب لي منك، انا فتحت عيني على الدنيا دي لقيت يامن جنبي وصاحبي، عمره حتى ما فكر يصاحب بنت غيري، كل صحابه ولاد بس، ولا عمره اهتم ببنت غيري. لكن انت بقى عملت ايه؟ عملت ايه طول حياتك واخرهم لحد امبارح؟ بص لها بصدمه وهو شايف عواقب افعاله السيئه وفعله للي حرمه ربنا طوال حياته، فمسك ايديها بتملك، فكل اللي عمله كان في الماضي وقبل ما يعرفها، وربنا غفور رحيم، وهو ما كانش مبسوط بكل اللي بيعمله، بالعكس تماما، وخلاص جاته الفرصه من ربنا عشان يتوب اليه، حتى وان كان الدافع اليها عشقه لجودي، فهو على الأقل تاب. أما غيره فبرغم عشقه لزوجته أو حتى حبيبته بيفضل على معصيته، وفي لحظة واحدة شالها ما بين إيديه بالقوة وطلع بيها لفوق. أما يامن فحقد عليه وكان غاير جدا على جودي. أما الحاضرين فضحكوا بقوة وهم شايفينه بقى مجنون لحد الهوس، لدرجة إنه مش قادر يستنى أكتر من كده، وخرج يامن وهو مشتعل من الغضب والغيظ وبيتوعد لقاسم بشدة. وبنروح لقاسم اللي قفل الباب وراه، وحاولت جودي انها تنزل من بين ايديه وهي بتقول بغضب: ايه اللي عملته ده؟ منظرنا كان زبالة قوي. تعرفي انك هتتعاقبي عقاب جامد على اللي عملتيه ده؟ عملت ايه يعني؟ بقلد جوزي، مش انت دلوقتي بقيت قدوتي في الحياة؟ لقيتك واقف مع صاحبتك فوقفت مع صاحبي. جودي ما تستهبليش، ده مش اي صاحب وانتي عارفة. لا مش عارفة، وبعدين كنت قلت الكلام ده لنفسك امبارح هقفشك معاها، والنهاردة تقف تضحك وتهزر عادي؟ حاول قاسم انه يهدأ ويبرر ليها اللي حصل لانه عارف ان ليها حق، فاتكلم وقال: يا حبيبتي افهمي، انا مش عايز اعرف حاجة ولازم انام دلوقتي عشان عندي مدرسة الصبح. قاسم بدهشة من اللي بتقوله، فمن المفروض انها عروسته ودي ليلة فرحهم، فقال:
وراكي ايه؟ مدرسة؟ مدرسة، ولا فاكرني هضيع مستقبلي عشانها؟ هي بتاع دنيا. قالت كده بغيظ وهي بتتجه للحمام عشان تغير هدومها، فوقف مصدوم من طفلته اللي غرق في عشقها وهو بيندب حظه، وثواني وفتحت الباب وخرجت من تاني وهي بتقول بغضب: مش عارفه افتح السوسته. ابتسم بخبص وهو شايف فرصته جاتله وهو في مكانه، فمد ايده عشان يفتح الفستان ومشاها على ظهرها الناعم بخبص وعشق وقال: ايه الجمال ده يا روحي. اما جودي فكانت بتدوب ما بين دراعه، فهو اول راجل عشقته وحبته جدا، فشاف قاسم علامات التقبل على وشها وعينيها المغمضة بتأثر، ولكن في لحظة افتكرت اللي عمله ففتحت عينيها بسرعة وراحت جري على الحمام، فتنهد قاسم بقوة لأنه اكتشف جانب جديد في طفلته إنها ما بتنساش بسهولة برغم إنه عارف إنها معذورة. وفجر اليوم التاني وقف قاسم وهو بيدخن بغضب وبيفتكر إنها رفضت تماما النوم جنبه وراحت تنام على أحد المقاعد وسابها قاسم وهو مرغم بسبب عنادها، لحد ما غرقت في النوم وقام قاسم وشالها ووضعها جنبه على الفراش وأخدها في حضنه وهو بيتأملها بحب لحد ما نام بعد عذاب طويل وهي ما بين إيديه ومش قادر يقرب أكتر من كده. وبعد وقت صحى قاسم وملقاش جودي جنبه، فانتفض وهو بيدور عليها في كل مكان وبيصرخ باسمها، واتجمعوا كل الخدم ووالده ووالدته عشان يعرفوا ماله العريس، لحد ما اتكلمت واحدة من الخدم وقالت: العروسة راحت مدرستها يا بيه. ضحك مجدي والده بشدة على اللي بيحصل مع ابنه وقال بتهكم: والمفروض في الموقف ده أقولك إيه؟ صباحية مباركة. بس بعد اللي حصل هقولك تتربى في عزك يا حبيبي. انفجر جميع الخدم في الضحك وكمان والدته، فاتضايق قاسم وخبط الباب في وشهم، وطالت الساعات وهو مستنيها بعد ما حاول الاتصال بيها، ولكن اكتشف إنها ناسية تليفونها في الأوضة، ودقايق وغضب قاسم جدا من اللي هو شايفه واللي كان. فاتكلم قاسم بغضب وهو شايفها بلبس غير يونيفورم المدرسة، شورت جينز قصير مع توب أسود، وقال: ايه اللي انت لابساه ده؟ اتجمع والديه على صوته الغاضب وهو بيصرخ فيها وهي بتحاول التماسك وعدم إظهار خوفها، فنظراته بتشع بالغضب وهو بيعد: كم راجل شافوها بالشكل ده؟ فتقدم منها ومسك ايديها بقوة وهو بيقربها منه وقال بعنف: غيرتي هدومك فين؟ الخدامة قالت لي انك لبستي لبس المدرسة وركبتي الباص، فين اليونيفورم؟ وايه اللي انت لابساه ده؟ بعدت ايده وقالت: انا البس اللي انا عايزاه، انت مالك بلبسي؟ شكلك ناسية ان جوزك، من امتى وانت بتلبسي كده؟ وكانت هتعترض من جديد، ولكن مسك قاسم يدها وطلع بيها لفوق وسط نظرات والديه اللي بيبصوله بذهول ومش مصدقين اللي بيحصل. اما عند قاسم فقفل الباب وراه بمنتهى العنف واتكلم وقال: يعني نمتي امبارح وسبتيني وقلت معلش، لسه زعلانه من اللعبه اللي اتعملت علينا، لكن تصحي الصبح وتروحي مدرستك واقوم ادور عليكي زي المجنون يقولوا لي انك روحتي المدرسه، لا وكمان جايه لابسه اللي انت لابساه ده، ايه القرف ده؟ من امتى بتلبسي كده انت اصلا؟ وغيرتي هدومك فين؟ وانت مالك؟ انا حره. ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي جرالك؟ من امتى بتردي كده؟ ومن امتى بتلبسي كده اصلا؟ من ساعه ما لعبت بيا، من ساعه ما خنتني جودي المؤدبه اللي بتقول نعم وحاضر، خلاص ماتت اول امبارح، واللي قدامك جودي جديده. مش هتقدري اصلا، مش هتعرفي ولا هينفع تبقي بنت مش كويسه، انت اتخلقتي عشان تبقي جميله وبريئه. قرب منها وهو بيكلمها، اما هي فدمعت عينيها وهي بتبكي وقالت: ليه يا قاسم؟ انا حبيتك قوي، ليه عملت فيا كده؟ ليه وجعتني كده؟
والله ما عملت حاجة يا روحي، ده فخ وقعت فيه، اللعبة اتعملت علينا. أنا بحبك يا جودي، وعمري ما حبيت حد قبلك، ومش عايز أحب حد بعدك. بس أنا شفتك معاها وشفت صوركم، عملت زي اللي عمله بابا، شفتك زي ما شفت بابا. اتقطع قلب قاسم وهو شايف جودي بتبكي وقد ايه حزينة لأنه جرحها وفكرها بالماضي، فسب دنيا ويامن تحت أنفاسه وهو حاضن حبيبته لحد ما نامت ما بين أحضانه ودموعها لسه على خدها، وفضل يتأملها وهو جنبها لحد ما بدأت رغبته تزيد تجاهها، فقام بسرعة قبل ما إنه ما يقدرش يسيطر على نفسه ونزل السلم ولقى والديه لسه قاعدين وبنظرة واحدة فهم الموضوع اللي داير ما بينهم وبالتأكيد عليه هو، فبصل له والده وقال بتريقة: أهلا أهلا بعرسنا الأسد، يا رب تكون موفق. مالك بس شكلك مش موفق ولا إيه؟ استغرب قاسم من نبرة التلاعب الجديدة كليا من والده اللي دايما وقور وصارم ورجل قانون جدي، ولكن إيه اللي بيحصل؟ فاتكلم قاسم وقال: ايه ده يا سيادة المستشار، مفيش محكمة النهاردة ولا ايه؟ معقول يعني؟ ده انت عمرك ما غبت يوم واحد، لا اكيد في معجزة كونية حصلت. المعجزة الكونية فوق أوضة ابني، شكلها جاية من المدرسة تعبانة. ايوة اصل المدرسة بتهد الحيل برضو، مش قادر بجد، اول مرة اضحك كده. قال وقاسم مهران وزير نسا واخبار وبتاع، شكلك كنت بتدفع لهم عشان يكتبوا كده. لا يا مجدي ملكش حق، ايه اللي بتقوله ده؟ زاد غضب قاسم من والديه وطلع لفوق مرة تانية وزادت ضحكتهم على قاسم، واتكلمت نوال وقالت: ملكش حق ابدا يا مجدي، زعلت الولد، مش كفاية عليه اللي هو فيه؟ سيبيه خليه يتربى بقى ويستقيم، ولا انت عاجبك حياته والسهر والستات؟ عارفة رغم اني كنت معترض جدا على البنت دي ولسه لحد دلوقتي معترض برضو، بس هي دي اللي هتربيه، والله برافو عليها، قدرت تعمل اللي احنا ما قدرناش نعمله. وبعد شوية نزل قاسم مرة تانية بعد ما غير هدومه وركب عربيته وساق شوية في شوارع القاهرة لحد ما وقف في أحد الشوارع الهادية، وفضل يفكر في اللي هيعمله لأنه عارف إن يامن مش هين ومش هيئس أبدا وعمره ما هيقول الحقيقة لجودي. فضل يفكر لحد ما مسك تليفونه وضغط على أحد الأرقام واتصل لحد ما جاله الرد واللي كان من عادل، وهو بيقول: يا عرسنا أخبار الجواز إيه؟ يا رب تكون موفق. عادل ركز معايا كويس، نص ساعة وتكون جايب لي عنوان منى السكرتيرة وتستناني عند بيتها، سامع؟ انت اتجننت يا قاسم؟ ده انت لسه متجوز امبارح، لحقت تزهق من جودي وتخونها؟ ومع مين؟ منى السكرتيرة؟ ما هي كانت قدامك. عادل نص ساعة وتكون واقف مستنيني وهناك هتفهم، انا مش طايق نفسي. وقفل التليفون بدون ما يديله فرصة للرد، وبعد شوية نزل من عربيته قصاد احد الابنية السكنية ولقى عادل واقف بانتظاره زي ما اتفق معاه، واتكلم قاسم وقال: يلا بينا. استنى بس، مش هتفهمني في ايه؟ هتفهم فوق. مشي عادل وراه وهو بيتنفس بغضب وبيقول: اوف ما بحبش ابقى ماشي على عماية كده. ووقف قصاد شقة منى السكرتيرة ودقوا الجرس ففتحت ليهم الباب، واتكلمت بدهشة وقالت: والحد هنا خلصت حلقتنا، بس القصة لسه ما خلصتش، يا ترى جودي هتعمل ايه في قاسم ودنيا، ويا ترى قاسم ناوي يعمل ايه؟ كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية بإذن الله. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، مستنية رأيكم ان كانت حلوة ولا لا، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة، بحبكم قوي، مع السلامة.